صح افطركم وان شاء الله تكونوا فطرتوا مليح. مرحبا بكم في كاميرا كاشيقه دير روحك. واسمك جاسمين طيري؟ راك غير التيري خويا انت. الا كانك بروديكتور جو بونس با انت تراكتور. كل يوم جبنا لكم الشاب راحيمو ارتيست عاقل وماشي سهل. حتى رضا جودي ماشي سهل الكومبوزيتور اللي ساوى الموسيقى. اعتقد ان لا علاقه على هذه. نقول لكم غير ستي برونشي وما تروحوش بعيد. علي والشمس ويب راديو صافا. لاباس؟ لاباس الحمد لله. الصحة عندك في نعمة. صافا الحمد لله. اوندي صافا اوندي صافا وريفيتي بوركوا باسكو كنت تحكي مع فرانش. ريح معنا يا رحيمو فيسك اليوم صاح ما تفراش. راهو دخل المدير التنفيذي للمشروع الكبير لشركة أراب دريم رضا بدا يفهم في ضيفنا رحيمو بالمشروع اللي جابو معاه وباللي إذا كان في المستوى راح نديك معايا ونمضي لك على العقد وتولي ستار. خلونا نشوف رأي رحيمو. رحيمو وش رايك في حاجه كيما هذه؟ مشروع كيما هذا مشروع استثمار الشباب. كبير كيما هذا راس ماله راح يكون مبدئيا 300 مليون دولار. الله يبارك. مشروع الشباب مطيري خويا عجبتني. شكرا. عجبك المطيري ولا 300 مليون دولار تاع المطيري؟ مطيري خويا عجبتني. شكرا. استاذ جاسم المطيري وش رايك في الفوش سمعنا دوكا اغنيه للشاب رحيمو اسمها العهد؟ كومبوزيتور اللي ساوى الموسيقى اعتقد ان لا علاقه. النقطه الثانيه لاني انا دونت هذا النقاط عندي هنا في الورقه. الصوت الموسيقى لما تم تسجيل الصوت الموسيقى اعلى منه. لا الشيء الموجود بالاغنيه هذه ان الفنان هذا اللي كان يسجل بالاستوديو ما اعرف اذا كان فعلا انسان احترافي بالتسجيل ولا لا. اسمح لي شيخ هذه تيمو دوك تحكم لي على تيمو. لا بس هذه يعني هذه تيمو هذه هذه غير تيمو. وش بيك راك مزروب يا المطيري؟ ميسيون هذا درها لي ليا وانت دخلت برونشيد هكذا وكنت جايبها انت. اسمك جاسمين طيري؟ راك غير التيري خويا هكذا. والله ما انت الا كانك جاسم انت الا كانك بروديكتور جو بونس با انت تراكتور. مش قاعد يقول اخ كريم؟ معليش 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 شكون ميني كيما جات سلمى. صح جات روطار يا حبيبي راح نكملوا على بالك. راهي جات الضيفة سلمى والكومبليس معانا. خلات عليك يا رحيمو. سلمى صوتها شباب وراح تديلك بلاستيك. والمطيري من الدخلة الأولى عجباته يعني من منظرها تعرف انت النتائج. سلمى قولي لي نسمعوا دوكا اغنية من اغنيات ديالك؟ يعني باش نكون صريحة معاك حبيت حتى وين يكملوا هاد العشرة باش نخرجهم على الدربة. ما جايتني هكذاك يعني ما نحبش نكون كبعض الفنانين والفنانات اللي يخرجوا غنية ولا مازال ما خرجت مام بها على يعني يطوروا فيها ولا في طور التحضير ويهدروا عليها. الهدرة عليا والمعنى على جارية سلمى. مالي ومالو مال الشمعة ما ضوت لي في ظلام. مالي ومالو مال الساعة ما سكت لي ليام. عندك قوة جوهرية في صوتك. هذا الصوت مجرد ان معليش نقاطعك معليش. نعم تفضل الاخت تقدري تزيدي لنا مقطع واحد اخر. ماشي على الكلام اللي كتقول فيه مقبلة قلت لك باللي احنا ما نشهروش بلي شونسون تاعنا نجيبهم غنية بار اكزومب مازال ما خرجت. سمحني انا كيهضر ولا طايح عليها. ما شاء الله ما شاء الله صوتها عجبني. شغل انا راني خضره فوق طعام. كم صوتيتي لعند حبيبنا هكذا هضرتي عليا باسكو هضرتي واحد الكلام عليا انا هضرتي واحد الكلام. رضوان بعث اللوغو اغنيه اخويا. ما فهمت ماشي هكذا. لا ماشي هكذا. وزاد حبيبنا لا قول لي انا وما تهضر معاه يعني كان مشاكل. ماشي هكذا انا عندي غنى نقيه وانت يا الميطري غير ما تهضرش. لا باسكو دوك الميطري ياك. شو اسمها الفنانه هذه؟ سلمى. سلمى زين. اللي حب حب اللي ما حب ما حب. هذا شنو هذا ما فهمناش. هذا عقد كونتراكت يعني هذه
باسم شركة Arab Dreams، اسم الأخت موجود سلمى، هذا هو راتبك الأولي $1,000,000 حق الكليب الأول عشان يعرف اللي يسوى واللي ما يسوى. احنا ندعم الناس. اي واسمك اي 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 ما اتكلم عليك، ما تهدرهاش، ما اتكلم عليك، ما تهدرش الكلمني، ما اعرفك انا، ما اعرفك. خلي $1,000,000 تاعك ما تخلي. ايه راهو تقلق صح من نور رحيمه، الله يجعل الخير يا المطيري. اخلعني انت، اخلعني انت، هذا 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 النيميرو، ما يخلعني يا المطيري رحيمه، والله ما يخلعه الدراهم. قلنا شيء لاخ نبيل، احنا احنا الجزائريين دمنا سخون. لا انت ما، احنا الجزائريين دمنا سخون، ما ديباسيش لي ليمي، انت تمثل نفسك، انت هذا فن جزائري، ما تصور ان هذا فن جزائري اخ نبيل، لان الفن الجزائري فراقي. تعرف لامبروزو الاخ الكبير يعرف المجرم من عيونه، ما دور دور تعاود تولي ليا اكو ملامح اخ نبيل. لا انا ما اتحدث عليه لانه هو ما اعرفه اساسا، ما اعرفه، ما تشرف اعرفه وما اعرفه. ما تزيدش تهدر انت، بس ما تزيدش تهدر، صايي سيبون حكيك اللي فيه، ما تزيدش تهدر باسكو دوك تشوفوا شي واحد اخر. هاك شوف الفيزاج هذا، شوف فيزاج واحد اخر. قالها محمود درويش سقط القناع على القناع. ايوا صح، هذوك تشوفوا شي واحد اخر. احنا نبحث عن الشروط الخلوق، الفنان الخلوق والمتزن، مو مثل واحد مريض نفسي. انا ماشي مريض. اه يا رحيمه رجعك مهبول، انت قاعد تغلي مثل الطنجره. ما اعرف، مجرد كلام، مجرد انتقاد. انا اعطيت نصيحه والبنت قاعد يقول له سمعيني مره ثانيه صوتك، سمعيني مره ثانيه صوتك. بروبوزاليش انا ياوليكم بعد عقدك موجود، فهد لايف هاوليك، روحي معاه وسيني لك العقد موجود. الاخت فاضله صافي فليزير، انا كل ما يهضر عليا انت تقولوا علاش تشكو فيها وانا لا. العقد موجود، وقلت لك انا حبه من حبه وكريها من كره. احنا ما نسمع بالناس، ما نسمع بحدا، ما نسمع. راهو توسوس هبلوك وسوسوك يا رحيمه. واش تكون يا هادري معادي راح يسيني لك العقد، هادري معاه، هادري معاه، هادر معاكم كامل. هادي سلمى يا انا غير دخلت واش ما ما كان فنان هذا والو يا فن. هضرتي من قبل ما غنيتيش، معليش. لا 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 هضرتي استاتي دخلوا لي. انت مو انت مو اساس، انت اللي اسكت انت، ما تعترف والزم حدودك. انا ادفعك ثمن معايا، ادفعك ثمن، كمل اللايف وروح، ما تعترفش معايا. علاه راه ما راكش بوغ، راك كوخ. علاه هاي حبيت تفهم، تعرفني ما تعرفنيش اصلا. اش فيك؟ خلعنيش بيه، هذا اعتداء، هذا تدفع ثمن، تدفع ثمن، ما تخلعونيش الدراهم، هذا تدفع ثمن انت بعدين. هذا هذا اعتداء، مزيش فاصيلي ليمين. لا لا احسن احسن، ادفعك والله، تسجل اغلي سليبك الثاني بالسجل، ادفعك ادفعك. يا رحيم ما تقلقش، حنا نحبوك ونعزوك، واليوم جينا غير باش نديرو لك كاميرا كاشي. صحة فطورك وصحة رمضانك يا رحيم. نقولوا تحية راديو الشمس بيان سير، خويا نبيل لاستار توجور ملك ليبار، وناس الحراش خويا رضوان الريد في ام، هكذا هذه عرفتها اليوم. والشعب الجزائري بيان سير، ونقولكم صحة رمضانكم وكل عام، والجزائر ان شاء الله توجور.